هي عيب بتخاف تيجي الزناك واكل مستحقاتي وازماته خلاص دلوقتي مفيش مشروع منتظم جدا. يعني من اكتر حاجات اللي ميزت اداره الزمالك دي فكره السيوله الماليه المتاحه صحيح الموجود، عشان كده الزمالك اصبح هدف. على فكره الاهلي صرف نظر عن مجدي قفشه تماما، لان هو مقتنع ان لازم يعطي الفرصه لناصر ماهر العائد والاحمد حمدي، وشايفين الاثنين اللعيبه دول قد يكونوا افضل من مجدي قفشه. في كلام على انتقال مهند لاشين كمان، ان الايام اللي جايه دي ممكن. هو مهند لاشين اللي انا اعرفه خاص ان الاهلي كان خاص يعني اتفق ب 12 مليون و10% من نسبه البيع، وكان الموضوع وصل لمرحله 90%. توقف الموضوع ان الزمالك دخل في الصفقه بقوه وبدا يزايد، فهي قصه مهند لاشين دي هتحسم خلال الاسبوع ده بالكتير، لان يعني الاهلي فعلا محتاجه. خد بالك كمان يا ابو كباتن، فكره عدم وجود مدير فني للنادي الاهلي، تقييم لعيبه ان هم عايزين كانوا عايزين يبادروا بمدير فني او بسرعه عشان ملف الراحلين ولعيبه جديده، عشان يبقى المدير الفني عنده فرصه انه يعمل كده. طيب هرجع لك تاني ونروح برضه، انا بحب دايما الناس بتحب الاخبار. فكره كمان ان فرانكو اللي هو لاعب اللي بيلعب في وسط ملعب فرانكو كوم وسط ملعب الترجي الكاميروني اللي خد الجنسيه التونسيه اللي هو لاعب الديفندر في نص الملعب، في كلام قوي جدا على ان النادي الاهلي عايزه، وهيكون على حساب باكاماني اللي قرر النادي الاهلي انه يعيره لنادي اخر، في مقابل كمان ان وليد ازارو جاي له عرض من بنفيكا، علي معلول عايز يرحل بعد كاس العالم، جونور اجاي عايز يرحل، في كلام على رحيل احمد حمودي، على باسم علي، على عمرو بركات، على احمد الشيخ لغايه دلوقتي مش عارف هو راجع ولا مش راجع. ما سالتوش انت جاي قريب؟ والله المعلومه اللي جايه لي من احمد ان هو لا هو منتظر وبيتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وان يعني هيكون متواجد في فتره الاعداد كلهم كده، لكن محدش عارف برضو، محدش عارف مصيره ايه، لان زي ما قلت لك في مذبحه كرويه، نادي الزمالك برضو عنده لعيبه كتير جدا هترحل اكتر من الاهلي كمان، يعني هو افضل يرحل فين. انت حضرتك مش شايف ان لسه باقي شهرين وخمس ايام على انطلاق الدوري؟ يعني لسه في وقت عشان انا اقيم راحلين او لعيبه جديده؟ لا اصل انت لازم، خد بالك مفيش وقت. ليه؟ لما مؤاخذه يعني الاهلي والزمالك بيهزروا، لان انت لازم القايمه الاولى تعلن اللاعبين الراحلين عشان يلاقوا نادي تاني. طيب انا بقول لحضرتك دلوقتي ان هو المفروض لجنه الكوره في الاهلي بالتحديد كانت هتسيب القرار ده الملف ده لجنه الكوره بالتشاور مع محمد يوسف الجهاز الفني الجديد. ما خلاص محمد يوسف حد هو اصبح كابتن محمد يوسف. اصبح لا كده هو يبقى محمد لا. يوسف يعني في مدير فني اجنبي؟ الاهلي بص بس اتاخر شويه، الاهلي اتاخر بس هيجيب مدير فني اجنبي. هو قصه دياز وما حصل في القصه دي كلها طبعا خساره للنادي الاهلي، وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي باستفاضه، بس انا اعتقد ان محمد يوسف طبعا هو بقى صاحب القرار الاول والاخير بالتشاور مع لجنه الكوره، ان معظمهم دلوقتي لعيبه الكوره، كابتن زيزو، كابتن خطيب، على عبد الصادق، حسام غالب، فده هيتم فلتره اللعيبه اللي هتبقى مش موجوده، وبنسبه كبيره مش هيعيروا حد، مش هيرجعوا حد من المعارضين باستثناء صالح جمعه في حال حاجه معينه. هو الفيصلي عايزه بالظبط، عايزه طبعا، كان بيلعب دقيقتين وثلاثه وبينزل اخر خمس دقائق صالح جمعه الناس لسه عايزين في فيصلي بالظبط، حسين السيد موجود في الاتفاق، موجود، عمرو بركات خلاص، عمرو بركات خلاص، احمد الشيخ خلاص، احمد الشيخ لا احمد الشيخ لسه، احمد الشيخ لسه، بس الاقرب رجع من السعوديه خلاص، بس الاقرب من احمد الشيخ ان الاهلي هيعيره تاني. الاهلي فعلا؟ معلومتك كده؟ معلومتي. طب باسم علي؟ اعتقد ان باسم اصبح قريب من وادي دجله او على وشك الانتقال لوادي دجله، مع ان لعيب كويس قوي باسم علي، بس منحوس اصاباته كتير، وهو اللعيبه في ملف اللعيبه الاجانب في الاهلي ده. الاهلي اعلن اصلا ان هو رافض ضحية اي لاعب من الاجانب، وانا حتى معلومه الباقة دي انا مستغربها، يعني الاهلي اعلن رسمي ان الباقة هيمشي؟ لا، في كلام قوي جوه داخل لجنه الكوره، على فكره اول اجتماع لمحمد يوسف طيب بكره هيكون مع لجنه الكوره في اول تمرين الاهلي. طيب هقول لحضرتك حاجه بس، فكره لعيب اجنبي وكمان مهم في القائمه الافريقيه قيد تبقى صعبه شويه، يعني الاهلي لو عايز ياجل رحيل باقة ممكن يخليه يناير، هو لعيب مقيد وعنده حظوظ بعد كاس العالم، حاجات كتير قوي تتغير. اخر قرار حسام البدري قبل مباراه الترجي التونسي كانت اضافه باقه للقائمه الافريقيه، فدي بتبقى حسابات، خصوصا بنشوف مين اللعيبه اللي هتبقى مع مؤمن زكريا كان في دبي وقال بيدور على عرض او جاله عرض وكلام ان هو هيرجع وهيقيدوه في القائمه الافريقيه. مؤمن زكريا لعيب مهم جدا للنادي الاهلي، وما فيش عقد، لو ما فيش عرض جد ليه هيكون موجود من ضمن اللعيبه اللي هتقايد افريقيا. طيب
كلام طلع على بعض المواقع وعلى بعض ألسنة الإعلاميين حتى على لسان رئيس النادي إن عبد الله السعيد ممكن بعد كأس العالم يرجع الزمالك. معلومتي المؤكدة واللي أكدتها الصحافة السعودية إن عبد الله السعيد لن يعود لنادي الزمالك، لأن أهلي جدة نادي كبير ونادي جماهيري، عمره ما هيكون كوبري ولا عمره ما هيكون يعني انتقام الأهلي يعني مثلا، القصة مش كده خالص. عبد الله السعيد معلومتي إنه باقي في أهلي جدة الى حين ميسره، يعني ممكن يلعب سنه يلعب 6 شهور، اثبت وجوده. انت عارف ان هناك الاجانب بيتغيروا في ثانيه يعني، فانت شايف المعلومه دي ايه؟ انا شايف ان اخر مباراه عبد الله السعيد كان بقميص النادي الاهلي كانت اخر مباراه عبد الله السعيد في الدوري المصري، حتى الاعتزال. حتى الاعتزال؟ حتى الاعتزال. معلومتك طبعا، يعني عبد الله السعيد لن يعود، لن يعود يلعب في الدوري المصري نهائيا. نهائيا، ولا بعد سنه ولا سنتين ولا ولا عبد الله السعيد هيكمل في الخليج لحد ما يعتزل ويروح امريكا، عايش في امريكا ايا كان الفريق اللي هيتخيله عنده واسرته عنده بس فكره الدوري المصري بالنسبه له خلاص. عبد الله سعيد مواليد كام يا كابتن؟ 86. لعيب داخل في 83 سنه، فالفكره بالنسبه له هيلعب سنتين سنتين ونص ثلاثه، انا مش هرجع للدوري المصري. عبد الله سعيد هو طبعا خطا جسيم. النهارده رامز جلال ساله سؤال مهم جدا، قال له انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وانا موجود